شبيه يا أمي قطار، والله رب البرية مرخصين العمار. يا الغالية يا قطار كلك طري وقطري يا مرخصين العمار. يا الغالية يا قطار كلك طري وقطرية مرخصين العمار. لبيه يا أمي قطار، والله رب البرية مرخصين العمار. يا الغالية يا قطار كلك طري وقطرية مرخصين العمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في 18 ديسمبر، مرحبا بكم في ليلة خاصة عندها القطر مواطنينها ومقيمينها. يا مرحبا مليون باللي شاركنا فرحتنا، يا مرحبا ألف باللي بارك وجانا ورحب فينا وسهل، يا مرحبا مليون بهالمكالمات، ويا مرحبا مليون بهالجمهور وبهالحضور الكبير، يا مرحبا باللي خلف الشاشات، ويا مرحبا عندك أبو سعيد. يا مرحبا ومسهلا بكل من حضر، ويا مرحبا ومسهلا بكل من تعنى، ويا مرحبا ومسهلا بكل من اجتهد عند بلاده. أنا أقول يا بلادي ديرة الشهم المسمى، افرحي بأفعال شعبك والتميمي، الأمير اللي بنى داره ونمى، يا بلادي في تميم المجد هيمي، ما ضمت داره من اللي صار لما قال لبلاده تقهوي من صميمي، سيف حق قاطع وحده محمى، هو ذر المظيوم لا من قال ضيمي، والولاء فينا من الطنخة تنمى، للأمير الصامل الشهم الشميمي، حن على كبود العدا والضد حمى، واصمل اللي تنجب بطون الحريمي، حن على كبود العدا والضد حمى، واصمل اللي تنجب بطون الحريمي، ما ضمت داره من اللي صار لما قال لبلاده تقهوي من صميمي، سيف حق قاطع وحده محمى، هو ذر المظيوم لا من قال ضيمي، والولا فينا من الطنخة تنمى، للأمير الصامل الشهم الشميمي، حن على كبود العدا والضد حمى، واصمل اللي تنجب بطون الحريمي، ما حن بلقمة على من جاء وسمى، انشدوا حد الزبارة والسليمي، والحقيقة واضحة ما هي تغمى، نورها يكشف خفى الليل العتيمي، والبصير اللي تبع درب المعمى، عرضك صوب الوعر وانتهى عليمي، يشهد انهم طوعوك اخوان شمى، يوم قالوا كلنا لك يا التميمي، كلنا لك يا التميمي. سلامتك. لا انت لا انت، صح الله ابدا. طبعا اليوم كلنا عشنا فرحه. نعم عندنا فرحه. وعندنا فرحه، اليوم شفنا سمو سيدي سمو الامير الشيخ تميم بن حمد بن خليفه ال ثاني الله يحفظه، وشفنا سمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني، وشفنا أصحاب السعادة والشيوخ، وشفنا أخواننا الكبار متواجدين عند الديوان الأميري يشاركون في عرضة أهل قطر، واليوم حنا عندنا عرضة وحبينا نشاركهم على الجمهور، ونفرح حنا وياكم. يا ربي ما يحرمنا منهم، يلا يا رب. آمين يا رب العالمين. يلا يا أخوان شم. الله يا اللي لا إله غيره، يا ناصر جنده على العدوان، ويا ريك الله يا عن عيون الحسود، يا ريك الله يا وطننا من عيون الحسود، يا ريك الله يا وطننا من عيون الحسود، يا ريك الله يا وطننا من عيون الحسود. Oh, no.
وجيهكم كلكم كلكم بيض الله وجيهكم. يستاهلون صفقة يا جمهور. يستاهلون يستاهلون. سلامي والله عليكم. سعيد كنسل البرنامج يا سعيد، خلنا نسوي العرض إلى الصبح. والله كفو. والله كفو في ذمتي انكم تخلون الرجال يختلف صدق. بيض الله وجيهكم. هبت يا هالقطر ما عاد في لحيه برنامج تبص. لا طرب مستانس. بيض الله وجيهكم كلكم. لا انتم لا انتم كلكم كفيت ووفيت. والف شكر للفرقه اللي ما قصروا اليوم والله يعطيهم. طبعا هذول شباب جايين من نفسهم من شباب العرضه، احنا قلنا لهم اللي بيلعب سبع السيوف هذول كلهم يلعبون. بيض الله وجيهكم. زين نروح مسابقاتنا حمد. يلا يلا الليله حضرنا مسابقات واجد. اعطوني ماي اعطوني ماي. زين نرجع طبعا جوائزنا اليوم. اول خلينا ناخذ اتصال، خلينا ناخذ اتصالات. ما اتصال؟ قول الو انا عاجز. مرحبتين مع الاتصال. مساء الخير. مرحبا. نقول مرحبتين. تحت قصري على صوت التلفزيون. اليوم في طير اسود جاي، طير حمر حمر اربع حمر طير اسود. نقول مساء الخير مع الاتصال. مرحبا. الو الو مع الاتصال. تسمع حمد؟ اي والله اسمعها وهي ظاهر ما تسمعني. ها السلام عليكم اخوان شمس. اللي منكم لعب في العرضه؟ وين اللي؟ سلامي والله عليك. يلا تحياك. نقول مرحبا معنا اتصال. لسه معاكم يعطيكم العافيه. يعافيك تسلم اختي. مرحبتين. من معانا؟ زهره. زهره من اين تكلمين من الدوحه زهره؟ من الوكير. من الوكير. انا مرحبا يا اهل الجنوب. زهره ايش حابه تقولين في اليوم الوطني؟ انا اسمع الصوت في اذنك. كل عام وقطر بالف خير وعسى ديارنا عامره بالافراح. امين يا رب العالمين. ونعطيها السؤال. أنا ما أسمعها لكن ما هي؟ سؤال سهل يقول لك جداً. يقول لك ما هو القحافي يا زهرة؟ ما هي القحافي؟ ما هي القحافي؟ ممكن الاختيارات؟ الاختيارات اختيارات؟ اختيارات وقف وقف. لا لا تمزحي. ما يمكن ما تعرف قحافي؟ ما تعرف القحافي؟ لا 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 تضيع أنت. زين ما هي القحافي؟ يلا قل. ها الاحتمالات تقول نوع من أنواع الطيور الجارحة. الطير. لا خطأ. الطير. أنا خطأ. ها أنا خطأ صح. الطير. القحافي نوع من أنواع الطيور الجارحة. ها. نوع من القطط الصغيرة والحيوان الشرس. ها شو تختار يا زهرة؟ الطير. هو طير عاد أي واحد فيهم. الطيور الجارحة. الطيور الجارحة تستاهلين. تستاهل 2000 ريال مقدمة من التلفزيون. تمام ألف مبروك. تستاهل يا زهرة. مع الاتصال. أنا ما أسمع ترى بعدين. ترى الجمهور اليوم بالذات غير في الاتصالات لأن اليوم تاريخ 18 عندنا يومنا غير. طيب يعني ايش يعني ناخذ اتصالات عندك عند... لا عندك عندك انا ما اسمع والله باجي. زين ناخذ اتصال. قول مرحبا مع الاتصال. من اللي معنا في الاتصال كنترول؟ السلام عليكم. زين لا معنا اتصال. قول مرحبا. تفضل نسمعك. قول من معي. مرحبا. هلا من معي. انا ما اسمع دقيقه الحين سمعت. من معي. اسمك خليك معاي. خلي التلفزيون سكر التلفزيون عشان الوقت. من معاي. الله يعطيها العافية. الظاهر انها معلش مختلفة مع التلفون. معلش تعطي اتصال ثاني. أعطي اتصال ثاني. انا ما اسمع. معلش ناخذ اتصال. بحضين. السلام عليكم. عليك أيوة. السلام والرحمة. تعال حبيبي تعال. ابغي ماي. تعال. مرحبا عليك السلام. من معنا؟ صافية. مرحبا صافية. صافية منين تكلمينا؟ من ابو سدرة. مرحبا يا اهل ابو سدره. ايش حابه تقولي في اليوم الوطني يا صافيه؟ احب ابارك شخص ميم ومناسبه اليوم الوطني. زين مش جاهزه للسؤال؟ جاهزه. زين سؤالنا سهل. تقدر تقرا لها السؤال؟ ها؟ اقرا لها السؤال. اي عشانك ما تشوف. ماذا ثاني؟ كلمه لاهوب. زين التليفون عرض لنا بعد. الله يعطيك العافيه. زين ماذا ثاني كلمه لاهوب؟ من غير احتمالات يا صافيه سهل. اليوم هو بلاهوب. اليوم برد. حمد لا تغشش. معناتها برد. لا 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 هوب لا هوب قيط. حمد لبيك. هوا حار. هوا حار. تستاهلين من غير احتمالات 3000 ريال. تستاهلين يا صافية. ألف ألف مبروك يا صافية. تستاهلين. هذا الربع اللي قاعدين يقول ما يعطوني ذا السؤال. تستاهلين. معنا اتصال ولا ما أنا ما أسمع. أنا ودي إني أخذ اتصالات معك لكن بعدين. عاد الحين ما تسمع؟ لا أنا إذا قعدت القعدي ما فيها رجال. الجو ذا طامن شوي. زين ناخذ اتصال. مرحبا معنا. قطع. ألو. هلا تسمع؟ ألو. ألو مرحبا. مرحبتين ومسهلا. واضح الصوت. تفضلي من معنا الله يسلمك. عارفينه باسمش قولي لنا من وين الله يسلمك. نوف من أبو نخلة. مشكلة؟ نوف من ابو نخله. يا مرحبا يا نوف. جاهزه تفوزين معنا يا نوف؟
ان شاء الله. ايش رايكم في فعاليات اليوم الوطني؟ ايش رايكم في عرضتنا قبل شوي؟ حلو ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. كنترول تعطونا السؤال لهلا الله يهينكم. ايوه السؤال، خلي عيونش على الشاشه تطلع ذي الحين الاسئله. ايوه السؤال يقول متى وقعت معركه الوجبه؟ متى وقعت؟ لا احتمالات، هذا احتمالات. معركه الوجبه وقعت احتمالات. الوجبه ايه. احتمالات احتمالات اكيد احتمالات. 1893 عاد حمد عاد صغير. عام 1877 1852 ها شو تقولين؟ 1893 ولا 1877 1852 1893 صح. تستاهلين يا نور، تستاهلين 2000 ريال مقدمة مستنزل قطر 1000 مبروك. تستاهل 1000. طيب قبل ما نروح للفاصل أول شيء جود، أنا داري إن لا لا أنا لعبت، أنا ما أعطيتي فرصة لها. زين أعطيتك فرصة؟ لا أعطيت العلم، أعطيتك الشيخ. زين قبل ما نروح للفاصل أنا في البارحة الميكروفون عندي خلنا على الدكة كلها. صبر هذا الميكروفون كذا الميكروفون. زين حتى في هذا عليه واسمي. زين البارحة دار الميكروفون ولا حد خذ جائزة. زين حلمنا تتوقع تتوقع اليوم إنها بعيدة في الموضوع؟ عندنا جوائز اليوم وايد نبغى نوزعها صح. اعطى الميكروفون حمد قل له ابغيك لا تقول ايه ولا لا ولا 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 اي شيء. شو اسمه؟ الحارثي. الحارثي الله يروح الميكروفون خلاص. اعطى اعطى الميكروفون يلا لا تقول ايه ولا. شو اسمك؟ صالح. جابر. صالح عبد الله. ونعم ابو عبد الله. ليجود. متى جاي هنا؟ الحين الحين كم الساعه؟ 9 10 كذا. يروح الميكروفون قال ايه خلاص. صالح الميكروفون اعطى اللي جنبك. يلا شلو ابو جان. يلا من معنا؟ اسمي علي صالح. علي صالح بس اعطني الجواز. خليك سريع اعطني الجواز خلنا نعطيه من قريب. محسن المري. محسن؟ اي نعم اي نعم. اعطى الرجال اللي جنبك. من معنا؟ حمد مصالح. حمد مصالح من وين؟ من سيليه. من ريان؟ سيليه. من سيليه. تدرس يا حمد؟ صحيح صحيح؟ صحيح. اعطى الرجال اللي جنبك. اعطى اللي جنبك على طول على طول. زين اعطى الرجال هذا صعب صراحه. الرجال هذا صعب صراحه. صعب 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 جدا. شلونك؟ الله يسلمك ربك. طيب ما ابغى يرد الرجال. توكل شلونك؟ مسابقتنا دي اكلمك يعني صعبه ولا سهله؟ لا سهله. لا سهله بس خلاص. لا سهله. اي نعم يقول اعطى اللي جنبك على طول. يلا سعد وصالح. ونعم يا ابو صالح. ونعم ابو صالح. ترى كذا ليل يجي الظاهر ما قد شارك. احنا نبغى يشارك. لازم شارك ابو صالح. قد فزت؟ ما شاركت. ما بعد فزت؟ ما شاركت. اشكرك والله. لا لا ما عندنا شيء. زين لا تطولها معه. لا متزوج ولا؟ متزوج. واحدة ولا اثنتين؟ قرب قرب قرب. واحدة. بس واحدة؟ واحدة. مين بيك ثلاثة أربع؟ قرب القفول. يستاهل تكفى. واحدة واحدة. يستاهل يستاهل جو. يستاهل صفقة. عطى اللي بجنبك. عطى اللي جنبك. يستاهل جائزة مقدمة حمد. أنا مستانس أنه فاز؟ مستانس. جدا. جدا. يا سلام عليك. لعبت أنت مع الربع قبل شوي؟ لا عقب شوي ما لعبت. ها؟ عقب شوي دخل معنا المسابقة. خلنا للحين خلنا اسمح خاطري منه تكفى. تمام تمام يلا. زين تعال ابو عجان عاوني يعني. يلا. انت تبغى تفوز ولا ما تبغى تفوز؟ الله اللي من الله حيا الله. تبغى تفوز ولا ما تبغى تفوز؟ ابغى افوز. زين زين. تعرف تعرف اللي اسمه وش هو؟ الجائزة طبعا مقدمة في الردة مقدمة من لا فيديو. شو مكتوب بالذهبي؟ لا فاجيو. لا فيديو. لا فيديو. فاجيو. لا اقراها عدل. فاجيو. لا اقراها عدل. لا فيجيو. لا فيجيو. اي نعم. غلط. ناخذ جاز ما عندك مشكلة حل. يلا تاخذ جاز. طبعا مشاهدينا الكرام ناخذ فاصل معاكم بسيط وراجعين لكم اذا الله راد في برنامجنا المخلاع على ما نجهز على ما نجهز المسابقة. يلا شو راجعين لكم توكلوا. ايش رايك تجي تقدم معنا؟ احنا جنودك وابشر احنا جنودك.
عندي احساس ان عاد في راسك حب مطحن. عبد الله راسي ما عليه عقب الفاصل بعلمك. مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في برنامجنا المخلاة، ومستمرين معاكم باذن الله تعالى في هالايام المبروكه. نستقبل اتصالاتكم على هاتف برنامجنا اللي هو 4-4-3-3-3-3-4. نقول مرحبا ومسهلا بالجميع، وناخذ الاتصال معنا في برنامجنا المخلاة. نقول مساء الخير. يا مرحبا. ما بعد حكى اسمع الصوت زين انت. يلا معنا اتصال. يا مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة. مساك الله بالخير. يا مرحبا يا يمه. يا مرحبا ومسهلا. ممكن نشارك؟ تشاركين وبرك الساعات. ام معنا ام سالم. يا مرحبا يا ام سالم. ليه تكلمين من الدوحة يا ام سالم؟ من الهلال. مرحبا بس يا ام سالم، مرحبا بهالهلال. يمه ايش حابة تقولين حق ولد السمو الامير تميم في هاليوم المبارك؟ أقول الله يطول عمره ويبارك فيه ويعزه. آمين. إن شاء الله ويعز قطر وأهلها جميعا يا رب. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين. حمد جاهزة تفوزين معنا؟ حمد لبيك. أمي بتفوز من غير احتمالات. السؤال هذا تخصصي. خلاص يلا هذا السؤال. يمه السؤال جدا بسيط، يقول يعتبر من أصغر أنواع الصقور الجارحة، فما اسمه؟ الطيور هي ثلاث انواع طبعا، ما هي هي ثلاث انواع لازم اوضحها. هي فايزه 3000 معانا. الشاهين والصقر ولا الوكري؟ ف... الشاهين هو الوسط وال الوكري. هاي ما تشوفيني ولا ما تشوفيني؟ الوكري اشوفك طال عمرك اشوفك. الوكري اشوف. اي الوكري. بس قالت الوكري. تستاهل ام سالم من الهلال. الف مبروك. تستاهلين 3000 ريال مقدمه تلفزيون قطر، والف مبروك على الجائزه. نقول ما اتصل عندك يا حمد. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا ليت تعرفينا باسمك تقولينا من وين. مشاعل من المنصير. مرحبا باخت مشاعل. مرحبتين. عبرينا عن فرحتكم اليوم. كلمه توجهينها للشيخ تميم، كلمه توجهينها لاخوانك واخوات شرق قطر. صراحه بيت عمتي اليوم مسوين جمعة وشي. ايوه زين بعد. أيوة. جاهزه تفوزين معنا ان شاء الله. ان شاء الله. اقرا ابو عجان. السؤال يقول متى تم افتتاح المغر القديم لمتحف قطر الوطني؟ تذكرين المتحف الاولي ولا ما تذكرينه؟ اي اذكره يعني هو من 1900 وشيء. يقول قول كم من غير احتمال. تقريبا 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 1900 و ايه بالتسعينات. لا 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 كان حمد عنده موتر ذاك الوقت. والله ما والله ما بعد انولدت. الله قولي قولي. قديم بالسبعينات. اي ها حول كم حول كم حول كم حول كم 1975. كم قالت اخر مره؟ كم قلتي 1975. قالت 75. تستاهل تستاهل. فازت فازت ب 3000 ريال. تستاهل تستاهل. كلنا نقول 3000 ريال اقول لها مبروك. تستاهل. ما لها اتصال. نعطي فرصه للجمهور. عط فرصه. عطهم يستاهلون الجمهور. يبلا يستاهلون. ناخذ اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا ومسهلا. من معانا؟ معك زعفران. زعفران ليه تكلمينا زعفران من الدوحه؟ من الدفنه يا اخوي. مرحبا بكم يا اهل الدفنه. ها احتفلت اليوم، جهزت الجمعة مع الأهل والعيال. اي اليوم رحنا عند الوالدة واحتفلنا في هاليوم الحلو. الله يدمها الجمعة يا رب العالمين. وأغاني ورقص. بقطع عليها أنا شيء. لا ما شاء الله لا إله الله، خصوصا كبار السن من شيبان ومن عجايز قعدوا يجهزون لليوم الوطني. والله إن كنا عرس حد عيالهم. عزر. والله عزر صحيح. لكن صحيح. هذه فرحة والله. اي والله أكيد أكيد. الله يدمها الفرحة عليكم يا القطر رب العالمين. جاهزة تفوزين معنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب وياكم. يقول أقدم قلعة قائمة في قطر ويعود تاريخها إلى القرن 19، فما اسمها؟ خلونا نعرف. ما سمعت السؤال أخوي مرة ثانية. أقدم قلعة في قطر ويعود تاريخها إلى القرن 19، فما اسمها؟ قلعة. الزبارة؟ لا. بعد غيرها بسرعة من غير احتمالات. آخر مرة. بسرعة. قالت الوجبة؟ إيش قالت؟ إيش قلتي؟ الوجبة. قالت الوجبة. اختيارات: قلعة الوجبة، قلعة الدوحة، قلعة مروب. قلعة مروب؟ ضيعتها. الدوحة. لا يما خلص على الوجبة. خلص على الوجبة. قالت الوجبة. ضيع لأنها قالت الوجبة. قالت بدون احتمالات. معلش كنترول يقولون انها تأخرت. بدون احتمالات تستاهل 3000 ريال. نعم تستاهل. ألف جاوبت قبل. معلش تستاهل. أنا قبل ما أروح مسابقتنا. أيوه.
عندي الوالد الله يعطيه العافيه تعطيه الميكروفون سلم يبي يعطيه سؤال قبل هذا وشمي شفتوه يا جماعه ايه. وين مايك السلام عليك وعليكم السلام خذ المايك عندك تعطيني اسمك ولا تهون اسمي جابر محمد المري مرحبا يا ابو محمد وهذا برك الساعات احب نهني الامير والاسرى الحاكمه وقطر الحبيب كله الله يجزاك خير الله يدومهم الخير امين انا ابي دعوه طيبه لسمو الامير بس دعوه منك دعوه طيبه سمو الامير اللهم ساعده في الدنيا والاخره امين يا رب العالمين ويحفظه ويحفظه امين يا رب ويحفظ البلاد كلها من زين. كل شر اعطني ضرب حمد خليك جاهز لي ضرب هذا هو راح تجي بعطيك سؤال وسهل وان شاء الله بتحله ان شاء الله ابيك تذكر لي اسامي حكام قطر الاولين اعطني اياهم ايه خليفه الله يغفر له والله يبي يحمنهم يغفر لهم ايه. وعلي ابن عبد الشيخ علي بن عبد الله الله يغفر ايوه الله يغفر له حمد حمد عبد الله الله يغفر له حمد عبد الله ومحمد اسمه عبد الشيخ عبد الله بن جاسم عبد الله بن جاسم الله يغفر له بس بيض الله وجهه عبد الله محمد سمو الامير الوالد يستاهل منا دعوه الامير الوالد الله يحفظه الله يحفظه امين يا رب العالمين ان شاء الله فزت معنا بجائزه مقدمه من لا فيديو امين الله يبيض وجيههم اليوم تستاهلها مقدمه من لا فيديو اقول لك المبروك تستاهل لا فيديو طبعا يستاهلون الشكر منا بعد اليوم عزل. اليوم قدموا لنا جوائز للجمهور للجمهور 10 جوائز اليوم لا فيديو مقدمينها ما قصروا رايتهم على الدعم اشهدوا يا جمهور اشهدوا اشهدوا شفتوا يا حمد خبرك تعطي يا حمد اتمنى هاك والله انت اخذتني صبر خلنا نرجع ذا يلا حياك طبعا مشاهدينا الكرام رحنا لمسابقتنا اللي متعارف عليها والمسابقه كالمعتاد اللي هي السيارات واللي بيدخل بين الممرات هذه وياخذ من صوب التاي ويرجع مره ثانيه ويوصل الخط هو الفايز ايه بس خلينا ناخذ اساميكم في البدايه للجمهور حمد بغيت اعكر لك نسيت اني على الهواء اسمك اتون سالم بن راشد الفيده ونعم يا ابو راشد اخوك محمد بن سالم اليامي طال عمرك محمد بن سالم اليامي يا مرحبا انا بغيت اقول لك بيض الله وجهك على اللعب اللي قبل شوي يستاهل ابو سالم والله لعب لعب ما في حيل خلينا نقول للجمهور بس عندك السرعه بس الزناد اللي تحت والفرار هو وجهك يمين ويسار هذا شف شف ايه الله شفته لا تقول تكفى هذا تكفى ركبت سيارة ابو راشد رايت غريز ولا صبر صبر سيارته ذي بتغرز خابر ها انزين جاهزين صبر خلنا نشوف الطريق لحظه جاهزين حمد ابو عجان قد لعبت انت كذا تدخل بينها وترجع وتدخل بينها مره ثانيه وتعود اللي يوصل خط ايه لا لا لا, لا تروح كذا وتعود كذا ايه واللي يوصل قبل هو الفايز هو الفايز يلا جاهزين واحد اثنين ثلاثه عادي عادي يمين ايوه يسار والله انت بسهل اضو اضو تعال تعال فجعل فجعل روح 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 ابشرك الفايز تعال دور روح روح تعال لا 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 روح مسالف اي تعال دور تعال دور سيارتك تعال تعال مع سيارتك تعال مع سيارتك روح روح تعال مع سيارتك عاونها 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 عادي ايه لا لا ها شيل شيل سيارتك رد الجاك تعال دور دور اي روح روح يسار يسار روح روح للدوار روح للدوار اي عود ابشرك الفايز ابشرك الفايز روح 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 تعال يمين 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 راشد افزع عمرك ابو راشد افزع عمرك افزع روح يسار ابشرك الفايز ابشرك الفايز ابشرك الفايز تعال 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 دونك روح يسار روح يسار يستاهل اليامي المولى تغرس روح سيده اي قطع الخط قطع الخط ادعم شهيد ادعم شهيد بس 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 الف الف مبروك يستاهل كفو يا ذيب يستاهل وسال يستاهل يا ابو عجان بس ابو راشد بس اي خل منك اللعبه ابو راشد بس 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 الف الف مبروك يستاهل يستاهل, يستاهل وين المخلة؟ مخلاته وين؟ زلت زلت يتشرف انك تتوج صراحة متسابق الا انا اخترت وفاز على متسابقك يستاهل انه فاز بالمخلة الله يستاهل يستاهل هذه مخلة اشكر روحك الرياضية طبعا فيها هذا 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 السنع المضبوط صراحة فيها شال كشميرية خليني اقول مسبحتك يلا وفيها مسبح الليوان الليوان ايه الكهرمان زين وفيها الصالون الازرق العطورات فيها كوبو من تميمة وفيها كوبو من تميمة وفيها البدع للسيوف فيها عطورات من الصالون الازرق فيها البدع طبعا جزير العطور كلها في ذا المخلة وتستاهل يا وسام تستاهل الله يحفظك تستاهل طبعا بمناسبة اليوم الوطني اليوم مميز عندنا مددنا البرنامج الى الساعه 12 يعني الجوائز راح تروح راح تروح اليوم الجوائز خليكم جاهزين والمخالي جاهزه والمخالي ومخالي جاهزه 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 مالي ناخذ طبعا معك اتصال نقول الو نقول الو الاتصالات ابو عجان عنده مفاجاه اهل شيبته ايه يستاهل يستاهل الو الو مرحبا
السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا أعرف الدخان. كل خير. سمين بن حمد الألباني وسمو الأمير الوالد حمد الخليفة، وبارك في كافة الشعب في قطر والمقيمين باليوم الوطني. الله يجزاك خير. أخوكم خالد محمد دسم كبيسي. خالد محمد؟ خالد الصوت بعيد. محمد دسم كبيسي. مرحبا يا كبيسي. مرحبا يا أبو محمد. يا مرحبا ومسلا. من أي مطعم تكلمنا يا أبو محمد؟ والله كلمت في روضة الحمام. من روضة الحمام. يا مرحبا ومسلا. هذا أبرك الساعات. صار في الدوسري. وين رحت اليوم؟ والله اليوم مجتمعين عند مبارك صار في الدوسري في الدوسة. عنده في العزبة ولا وين؟ لا والله في مجلسه ونتابعكم. سلم على أبرك الساعات وسلم على الرب اللي عنده في المجلس كله. سلم عليهم. مبارك الدوسري والأخوان كلهم. وخلهم يعاونونك في السؤال عشان تحلها من غير احتمالات. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. سؤال. يقول السؤال الطيور. الطيور نبي السؤال عن الطيور. والله أحبهم أنا. عاجلين على مرمي الرجل. هذا بسيط. يتكون البشت من قطعتين أفقيتين، فما اسم المنطقة التي تخاط فيها القطعتان؟ لا 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 شيء 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 زين. يتكون البشت من قطعتين هو يقرأ أفقيتين طوالية. نعم. فما اسم المنطقة التي تخاط فيها القطعتان؟ عرفتها. صعب واجد هذا. النكبة. النكبة نبلة. كنا قال خبنه. قال بس قلتها ركبنا. تستاهل والله. غير احتمالات. والله غير احتمالات. والله شكله صعب عليك. والله شوف اقول هالطيور ما فيهم حيله يا اخوي. الف مبروك 3000 ريال. اسلم. شي خاطرك تكلم. ما اسمع خالد. معنا فارس ممكن يشارك معنا ولا لا؟ لازم تصبر ثانيه. لازم تصبر ثانيه. افتح المجال لاخوانك اللي وراك. لا انت ابو محمد. طبعا انت بتسمعنا ب 3000 ريال مقدمه من تلفزيون قطر. يستاهل. عندك يا ابو عجا. يلا معنا اتصال. يقول مرحبا. مساء الخير. الو السلام عليكم. عليك السلام والرحمه. من معانا؟ معكم فايزه. فايزه من ام العمد. مرحبا بكم يا ام العمد. ايش حابه تقولي في اليوم الوطني يا فايزه؟ والله أهني الشعب القطري وأهني كل اللي مقيمين واللي في الدوحة. إن شاء الله يا رب بهالمناسبة اليوم الوطني ونوي عشون فرحة وسلام وأمان إن شاء الله. أمان إن شاء الله. في ظل الله وفي ظل سمو سيد الأمير الله يحفظه. إن شاء الله. إن شاء الله. أمين. زين. تحبين تشاركي معنا في المسابقة؟ صعب جدا إن شاء الله. والله شوف صعب. زين. عندك سؤال؟ عندي سؤال على احتمالات. ها نتس هذا صعب واجد. والله انا شوف صعب. يقول يلا. يقول ما اسم الفن الغنائي الذي يصاحب عمليه سحب الحبل المرساح حبل المرساح على سطح السفينه؟ هذا يعرفونه اهل البحر. ما اسم الفن الغنائي الذي يصاحب عمليه سحب حبل المرساح على سطح السفينه؟ اخذ احتمالات فايزه. هي كذا اي وش احتمالات قراها. يسمونها البريخه ولا المقدح ولا الخراب؟ ولا الخراب. ما طلعت ولا المقدح الاول ولا الثاني ولا الثالثه ولا الخراب. الثاني المقدح الاول. البريخه قالت الاول. قالت الاول. الاول تستاهل. قالت الاول تستاهل. 2000 ريال تستاهل. 1000 ريال تستاهل. تستاهل. يلا هلا بقى المجهزون المسابقه. عندك محمد ربع الجنوبيين الله يمسيكم بالخير. اتصال. نقول مساء الخير. عندك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم الف عافيه. يعافيك ويسلمك. وين معانا الله يسلمك؟ محمد معك. محمد من وين؟ الكويت طال عمرك. مرحبا ومسهلا باهل الكويت. يا مرحبا ومسهلا حبيبي. محمد ايش حاب تقول لاهلك هالقطر في اليوم الوطني؟ والله أقول لهم كل عام وحكام قطر وشعب قطر بألف خير. والله يعيده عليكم بكل خير إن شاء الله. آمين آمين. الله يجزاك خير ويعيده عليكم وعلى أبو ناصر بالصحة والعافية رب العالمين إن شاء الله. الله يطول عمرك. آمين. يا مرحبا بأخواننا أهل الكويت. الله يطول في عمر الشيخ صباح ويحفظكم يا أخواننا ويخليكم لنا. آمين يا رب العالمين. جاهز تفوز معنا؟ الله يسلمك إن شاء الله. يقول ما هو الاسم، ما هو الاسم التراثي للمرساه في السفن القديمة؟ تراثي. الاسم التراثي للمرساة في السفينة القديمة. الاسم التراثي للمرساة مرساة السفينة. أعطيك احتمالات؟ أعطني. الحديد الحجر السن. السن هو ولا السن؟ السن كنا. ها الحديد ولا شنو؟ ولا الحجر ولا السن؟ الحديد ولا الحجر ولا السن؟ السن. لا السن يستاهل. فزت معنا ب 2000 ريال وألف ألف مبروك. تستاهل تستاهل.
النظرة هذه أنا أعرفها. أنت سمعت أنا سمعت أنا سمعت اللي أنت سمعت سمعت أنت أي نعم. طبعا اللعبة الجاية يبيلها عشرة عشرة عشرة. قبل لا نروح من العشرة خلنا نفوز النوم. واحد من اللي في يجوا للحماية. نعم يستاهل عز الله ما قصر. اليوم بس تاريخ 18 اليوم 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 الوطني ها. عشر كونات اليوم الوطني بس من اللي في يجوا بالله بيض الله وجيههم. لا فيديو دائما ايه. وافيين وما قصروا على دعمهم لهذا البرنامج ايه. ولي ولك يعني مو غير قصور في اخوان. اسمك ولا تون؟ سعد بن حمد. سعد والله ما اعطي مسابقتي. لا خلاص نعطي السؤال تعطيني شركة الاتصالات اللي موجودة في قطر الآن كان شو اسمها قبل؟ كيوتل. الله عليك عطف سهل عطف استاهل استاهل خير استاهل. مقدمة ولا فيجو حماية وقل ألف مبروك ناخذ عشرة يلا ناخذ استاهل ناخذ عشرة سهل ها خذ لك واحد الرجال ده الرجال ده أبغيه أبغيه حياك حياك ناخذ حياك بتشوف اللعبة بتدري ليه ما أحلك ها فيك شدة ولا لحظة حمد لحظة قال لي خايل هو فيك شدة؟ والله أنت عيونك لعب فيها الداخل اللي ينقل فيك شدة ولا؟ إن شاء الله بينشد أكيد تعرف اللعبة وشي؟ يجي الإنشاط عشرة معك عشرة على الشوف إنه خب هو خب خب ولا هو برجيك الثنتين لا رجل لا ها رجل لا خلاص معذور 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 ناخذ عشرة ونبي عشرة إنشاط اختار واحد ولا اثنين ما يشتكي من إعاقة ولا يشتكي من إصابة تعال تعال أنت تعال أموره طيبة إي إي حياك حياك شارك معنا بغيت ترحب به لا اللي حولك صح حياك تعال والله ما ردك صح اليوم خذيت شباب زين اثنين شباب هناك تنتظرون هناك ها تنتظرون كم صار عددهم بعده هذا اخترت عن ثلاثة انت ها ايه ثلاثة انا ثلاثة اخترت لا هذا واحد اثنين ثلاثة ايه زين يلا باجيك غيرك المنجي يلا السلام عليكم تعال هذا حياك حياك فيك فيك شدة ولا ما فيك مسابقة ولا جيت لك بتعرفها فيك؟ ها آه. آه حمد عشرة شباب ها آه. فيك شدة ولا؟ لا درجة جدة حياك فيك؟ حياك تفضل يلا تعال كم اخترنا الآن؟ كم صاروا؟ ثلاثة هذا أربعة صحيح؟ هذا أربعة حمد باقي لنا ستة ايه وجاكيت ايش رايك فيه؟ ما خلاص حياك عطى السوداني يجي معنا يلا يلا يلا, يلا. حياك تفضل تعال تفضل يا زول تفضل يقول لك الرقيبه قزازه عصير تعال تعال مرحب بك عشرة واحد اثنين مرحب بك اربعة خمسة ناسك. ستة باقي اربعة باقي اربعة باقي اربعة باقي اربعة السلام عليكم تعال تعال عطني الرجال الكاشخ هذا عطني وين هذا حياك ما تبغى بثوب اسود بعد كاشخ لا بثوب اسود شارك تعال قد شارك حياك تعال السلام عليكم مرحبا يا مرحبا يلا حياك جاهز تدخل معنا السلام عليكم يلا يلا لا حد يعذر لا حد يقول لي انت ليش احنا السلوك لا حد يعذر لا حد يعذر أربعة ستة يلا ستة باقي لنا أربعة لا أكثر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة باقي لنا ثلاثة ثلاثة يا حمد ثلاثة 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 الرجال ده بتوبني حياك حياك تفضل باقي اثنين باقي اثنين باقي اثنين يلا يلا تختار في جمهور واقف برا ما اعطيناهم فرصه حمد ايه جمهور اللي برا ايه تختار اثنين خلنا اختار من الجمهور اللي برا شارك معنا يلا حي زين طبعا الف شكر للجمهور اللي ما حصل مكان وقفوا برا يعطيهم العافيه زين الحين الحين واحد صح واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه الله يعطيهم العافيه باقي واحد باقي واحد اختاره انت يا ابو عجل ها اشر الرجال ذا بعد ترى مو بشهر وين هذا 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 هو جاهز خليه يجي خلاص حياك تعال حياك طبعا اللعبه مثل ما شفتوها الان اللعبه سباق وتروح وترجع مره ثانيه يروح يرجع ها ايش رايك ها والله انها صعبه عليهم يروح يرجع برجل واحده اتوقع صعبه الجوائز عاد اليوم وهي مفاجأة تعلن والله انت اعلن عنها باللي فوز له في جائزتين عندنا الاول والثاني الاول والثاني مخالي ثنتين روحه ورجعه سلام ماشي لا لا روحه ورجعه هذا وانت ضعفهم مو ودك روحه جاهزين اجلس بس اجلس وتربط رجيلك
تربط رجلك وعلى رجل واحده رايح وجاي. اللي تبطل الحبل منه ترى اشتبعت. يلا بس ناخذ اساميكم، ناخذ اساميكم بشكل اسرع. محمد المري. حمد حمد صيح. حمد بلال المري. سعيد بلال المري. شوف رجلك اقوى عليك. نعم الشريف نعم. يلا اخلص عشان ما تاخر علي يا اخوان. بعد مبارك. يلا مبارك ويرحم امه السلام. يلا يلا ان شاء الله. اسرع 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 عشان الوقت. اسرع اسرع اسرع. شباب من الاول يربطون رجيلهم عشان ما عاد يروح الرجال. اسرع اسرع الوقت يجي اللي يخلص. يلا لازم الوقت وقت يلا هذا جاهز. جاهزتوا؟ سلامي والله الرجال ذا ها اسمعه خالص مسكت ما شاء الله ولا اله. يقول هو اللي بيفوز؟ يقول توفيق بس هو اللي يفوز؟ اعطي اسمك عشان يعرف حمد. حمد وانا ابو علي. تبو ابو علي. ابو علي تحس انه فايز ها؟ الاول والثاني لها مخلاه. لبيه بدلك؟ خلاص عليك طيب الحين خلاص بدلني قبل شوي ما عندك مشكله ها؟ في منافسين الرجال الطويل اللي قبلك اللي قبلك. يلا اسرع عشان الوقت عشان الوقت. يا حياك 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 الوقت يا حمد الوقت. زين بس خلني لا ناقص انك ترسل وتقول انا بدخل المسابقه تعال يجي لي ينطرونك. اسرع الوقت يا شباب عجل تكفى. يلا الوقت عدي. يلا تكفى اني هاجم فيك ان شاء الله خذون طيب. يلا بقولها قوه دايم. ايوه واللي بينفك منه الحبل هنا شبوك جاء ما شاء الله. اللي بينفك منه الحبل خسران ويطلع برا على طول. ما شاء الله اللي بينفك منه الحبل خسران على طول. مو جاي اللي بينفك منه الحبل. والله انا شكل اللي فك منه الرباط الجمهورية السودانية بتسوي خبر. جاهزين يا شباب؟ صبر خلنا نروح هنا. يلا يلا حمد لحظة روحه ورجع روحه ورجع. واللي بيوصل الاول هو اللي فايز والثاني لا مخلع بعد. ابو عجان ايه والله انا احس انها صعبة يعود وهو برجل واحدة. ها تبي مرة؟ والله صعبة. تم مرة واحدة. يلا مرة واحدة مرة. يلا مرة واحدة. اللي بيوصل عند حمد اللي بيدعم سعيد هو الفايز. لا اللي بيوصل عند حمد هو الفايز والثالث. روحه ورجع. حمد لحظة لحظة. قلنا لك ذهاب روحه ورجع. صعب. روحه ورجع يا شباب. لا لا هي وراحه قانونها روحه ورجع مرة ثانية. يلا واحد. رجع اثنين ثلاثة. عادي عادي حي والله الفايز. وذوب بني. وذوب بني. عود عود. بسم الله عليك. عادي وذوب بني. لا 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 سلامي والله عليك ابو بدر حمراوي يستاهل وبوثوق بني ثاني يستاهل المقلاة والف الف مبروك. بس ما يصير وقفت في النص عوضت من قريب. هذا واحد يوم جاء في النص عوض من قريب. الله يعطيكم العافيه. حياك. خليني اشوف لي عاده. خليني اشوف لي عاده. خليني اشوف لي عاده ابو عجان. خليني اشوف لي عاده ابو ثوب بني. خليني اشوف لي عاده. من الثالث؟ تعال تعال خلينا نشوف الشاشة. شوف كنترول خلينا نشوف الشاشة. تعال خلينا نشوف الشاشة. تعال عيد لي مرة ثانية. عيد لنا المقطع. حياك يا حمد. أنا هنا أشوفه. عيده. عيد المقطع ولا تون. عيد المقطع. وصل. خلاص. صحيح تبطل لكن رد رجله. عطني الثالث عطني الثالث. اعطي الثالث. لا خلينا نشوف الثالث. سلامي عليهم. بس وصل. حياك. يستاهل. حياك. توطل توطل منك. ابو ثوب بني. لا. وين ابو ثوب بني؟ والثالث الرجال توطل الرباط منه. ايه. توطل الرباط منه. ابو ثوب بني يمسيك بالخير طال عمرك. ايه. حياك. وين شو اسمه هو؟ توطل الرباط تعال. بغت رشال ابو ثوب بني. شو اسمه هو؟ انا امسيك بالخير. الله يمسيك بالخير. بيض الله وجهك على مشاركتك والله لهين. ماكو ابو عجان يستاهل مخلاه مقدم تلفزيون قطر. طبعا هذا الفائز بالمركز الاول. الثاني ذا هذا الثاني خذاها بناء على ذاك الفكر باطل. انا وش انا قلت لك؟ ما قلت لك الرجال ذا خلاص يستاهل ابو علي. يستاهل. عطني كتفك. يستاهل. مبروكين مبروكين. الله يحفظك. الله لهين. تستاهلون. بيض الله وجهك. مخلاه يستاهل. صفقه يا جمهور صفقه. يا شاب كشميريه لحقهم دبر. وفيها الصالون الازرق وفيها البدع للسيوف ولول الكهرمان. ها؟ ايه زين. قلت انت فيها مسبح كهرم؟ قلت ايه اهم شيء كهرمان. ايه زين ما له اتصال. ما له اتصال حمد. يلا قول الو. نقول مرحبتين. ما له اتصال. يا مرحبا. السلام عليكم. عليك السلام من رحمه. يا مرحبا. الله يعافيك. من معانا الله يسلمك؟ ام صلاح ليهري. ام صالح؟ ليهري. ام صلاح. ام صلاح يا مرحبتين. ام صلاح. ام صلاح من اي منطقه في الدوحه؟ في الوكره. مرحبا بكم يا الوكره. الوكره. ايش حابه تقولي في اليوم الوطني يا ام صلاح؟ اهني الشيخ تميم بن حمد واهني الامير الوالد واهني الشعب القطري والله يديم الامن والامان ان شاء الله على هذا البلد. امين يا رب العالمين. يحفظ قطر ويحفظ اهلها يا رب العالمين.
جاهزة للفوز معنا يا أم صلاح؟ إن شاء الله بإذن الله. يقول طلعوا لنا السؤال في الكنترول الله يهينكم. يقول تبدأ رحلات الغوص في الربيع برحلة قصيرة تستمر لمدة شهر، فما اسمها؟ عندها البحر يا هالوكرة. هاي أم صلاح. تبدأ رحلات الغوص في الربيع برحلة قصيرة تستمر لمدة شهر، فما اسمها؟ عطها احتمالات. يقول يسمونها الخنشية ولا الخرجة ولا العود؟ مش الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ أنا أحب دائما أكون الثاني. الخنشية ولا الأول؟ ما انتهى الوقت أم صلاح، انتهى الوقت. معوض خير وشاركي معنا مرة ثانية إن شاء الله تكون من الفائزين بإذن الله تعالى. زين ناخذ اللعبة الثانية. لعبتنا يبيلها حريفة ورجال يعرفون وعندهم بصرة. تلعب كرة؟ رجال لا تكفى. لا لا عنده يكون عنده بصرة. ناخذنا اثنين حمد. أنا في واحد أذكره كان يلعب صح. شفته والله موجود الظاهر يلعب. أي. يلعب يلعب. جاهز. خلنا نختار لعيبة صح. يلا. اخترت لاعب وأنا عندي لاعب. عندك عندك. عندي ما بعد اخترتها أنا أتوقع إنه موجود أنا. خلنا نختار من الخيمة. يلا اختار. إيه حياك. اخترت انت؟ اي وانا اجيب جول. بيجيب جول اعطي الثاني. يلا يلا حمد يبغي له واحد مذله صراحه. يلا لازم اختار واحد مذله. يلا تغارب. يلا حمد تغارب الاسنان. حياك. لا هذا يشوت بقوه. حياك هناك. هذا يشوت بقوه. يلا الوقت يا حمد تختار. ها ايش رايك؟ اي حياك. لا اللي في جنبك عكس. ها. يلا شوت بالكوبرا. يلا يا مرحبا. حياك. يا مرحبا يا مرحبا. مايك كوين. هو مايك وين؟ هذا انا مايكي معي. مايك كوين. حلال القوم كل شيء ضايع. هاك عندي هنا. هاك هنا. تعال هنا تعال. تعطي اسمك عبد الهادي من حمد المري. مرحبا يا ابو حمد. سالم بريك المري. نعم ابو حمد شلون مع الكوره؟ ما عليهم شيء. اي نادي تشجع؟ نادي الريان. نادي الريان. لا اي نادي؟ الريان. الريان الى الحين رياني؟ رياني ما اعرف. اي نادي تشجع؟ انا؟ ايه اشجع الريان وضجر عليه بعد؟ اي شوي. انا اشجع العربي. انت عرباوي؟ ايه عرباوي. متى فزتوا؟ قوة. بعوضنا الزمان ان شاء الله. الله كريم. كانكم برنامج الحصول. يلا يلا نروح صوب الاتيار. الله يوفقهم ان شاء الله. الله يوفقهم اخوان. والله ودنا انهم يفوزون. يفوزون ان شاء الله. بيرجعون ان شاء الله فريق الاحلام باذن الله تعالى. اي هم فريق الاحلام. نعم صراحه فريق ابطال والله. يلا ناخذ 10 امتار حمد وتون. يلا عد. يلا العلم ترى انا كنت لاعب نادي. ها ها تعرف تشوت بوز؟ براحتك براحتك. تعرف تشوت؟ اي بس مو تشوت ترى احنا في الشتاء الحين. شوت خفيف. ها ايه يلا العود يبغى جواتي. يلا واحد يلا اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة عشر. عشر حلو. بس خلينا أذكر أسمي مرة ثانية. ذكرت اسمك الجمهور. سالم بري. سالم. يلا يلا جاهزين. خمس شوتات وخمس شوتات وعليها مخلاة فيها الخير كله. يلا جاهز. يلا بس شو شو على تعرف تصد. أهم شيء ما تصد عيونكم غمضة. انتبه. يلا شو شو على عبد الهادي. أنا قاعد عند الطيور. خذ لك زاوية. ها خذ لك زاوية. هذه أنت ايه ما تشوت بوز. بوز ما في. لا مو بعيد مو بعيد. خليك قريب شوي. ها بوز ما في ترى وراك كاميرات. شوف يلا زاويه زاويه زاويه. زين سلام. يلا هذا الثاني. هذا الثاني. شو اسمك يا حارس؟ عبد الهادي. عبد الهادي. عبد الهادي. ايه سالم عبد الهادي. يلا يلا هذا جول جاء روني. يلا سالم عبد الهادي. يلا سالم شوت يا سالم. شدد يا سالم ويشوت وصده. صده. يا سلام عليك يا كابتن. سلام عليك يا يونس. هادري. يا يونس احمد. وهذه الثالثه. يلا هذه الثالثه. يلا هذه الثالثه. تدري في خاطري اشوتها من سعيد. شو عنده تعويذه بعد شفت الحركه انت. شوه حركه سوال هذه تعويذه. ها يلا زاويه زاويه. هذه راحت. سلام عليك يا سلام. يلا هذه الحين كم صارت؟ هذه الرابعه. انت من تشجع؟
هذا اللي بشوت الحين اللي بتفوت الحين الرابع. سعيد طلبتك. هاي بشوت الرابع ما جبت الا جول واحد. سعيد طلبتك. تم 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 خلاص عقبهم بشوت شوته. لا 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 بلا بلا ما تبغي ما تبغي. لا لا ابغي صدتك كذا. هذه الرابعة. يلا هذا هاي هي الخامسة. باقي لك الخامسة. يلا. وين كابتن وكابتن؟ يلا. بالراحة زاوية زاوية ها. يفوز عليك العود إن شاء الله. شوف 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 شوف. يا سلام عليك يا سلام. يستاهل صفقة يا جماعة. طير 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 طير. العوني حارس الطيور. يلا. باقي خمس شوتات. عيني أشجعك. عيني أشجعك. الهدف في نفس يعقوب. يلا. يلا لك خمس شوتات ها. يلا يلا سالم. صبر صبر خلنا نبرح قدامه شوي عشان. يلا حط قدامها دحديرة شوي. يلا زاوية خذك زاوية. أقول لك بوز. لا لا زاوية زاوية. يا سلام عليك يا حارس. السلام. يا سلام عليك. والله حارس صعب صراحة. يلا صعب تجيب عليك كور. سمر الرحمن سمر الرحمن حارس ها. يقول الله يكفينا شر. الله يسهل. الله يقول الله يكفينا شر. آمين. يلا يلا شوت شوت يلا شوت يلا ما من الشر. يلا زاوية زاوية زاوية. هاي الثانية برا الكرة ذي بركاتها شوي. يلا هذه الثالثة هذه الثالثة. يلا لا قدمها قدمها ماشي ماشي عشان مرتفع شوي هنا. إيه نعم. حنا أبغى الشيء اللي يدرجها بس. يلا هذه الثالثة. ارجع ارجع بعد شوي. لا 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 خله يا أخوي اسمح له. يلا هذه الثالثة. خرفان خرفان. هاي الحين الرابعة الرابعة. إذا جبت جولين أنت الفائز. هو الرجال جاب جول. بسم الله. جبت جول ارتحنا. يلا. السلام عليك. والله صعب صعب تجيب عليه جول الرجال هذا. يلا. باقي لك جول واحد. إذا هذا بالتعادل معه. جول تعادلت. إيه. المخلاة عند سالم ولا عند هادي؟ يلا. المخلاة. صبر 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 أقول لك. المخلاة. يلا. يلا. المخلاة. هذه جول. هذه جول. جول. السلام عليك. يستاهل صفقة يا جمهور. إدارة نادي الريان عندكم حارس يا ايش اسمه؟ إدارة الأندية سعيد. يستاهل يستاهل سعيد سعيد. لا لا تكفى يا سعيد. لا لا تكفى. لا لا برد وشين. لا توجه توجه. ايه تستاهل. والله ما قصرت والله. تستاهل تستاهل. والله ما قصرت. تستاهل حياك سالم سالم. الرجال هذا يستاهل جايزة. يستاهل. عطه واحد من كوبنا. يستاهل. هذا تعال تسالم هنا حياك. تستاهل. وهذا من خلاه مقدمة تلفزيون قطر تستاهلها. بيض الله وجهك. حيل يا سالم. يعطيك العافيه. يعافيك. انا تدري ليه خليته يفوز؟ ايه. مع سالم؟ ايه. لان الشوطه الاخيره كانت بوز ومقلبش هيدا. والله. يقول لي والله. تستاهل تستاهل تستاهل. الله يحفظك. طبعا خلينا نروح مع المشاهدين، مشاهدينا الكرام عبر تلفزيون قطر، ناخذ فاصل معاكم وراجعين. بالفاصل. ولا تبعدون. راجعين. خليكم قريب. يلا. حياك. دروب العز والخير. سهله اليوم لكن عندنا طيور مقدمه من فريق تيوتا خاصه. مرحبا بكم مشاهدي الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل في برنامج المخلاه وبالتحديد في كتاره. بناخذ لنا واحد من الشيبان الموجودين معنا في الدكه اللي بناخذ منه او نعطيه سؤال، نعطيه سؤال على الطيور اللي مقدمه من فريق تيوتا وعن طريق اخوي سلمان عبد الغني الله يعطيه العافيه. الله يبيض وجهه. اليوم وجه سلمان مقدم خمسه طيور اليوم الوطني بس. يستاهل ابو عبد الله. السلام عليكم. نبغى رجال مو براعي طير. الرجال اللي انا اعرفه صقار درجه اولى. ايه. بزعيتيره خابر. ايه. حياك ولد فول. حياك. قم ولا حياك. عليك امر. وعطني يمنى. اي. اي استاهل. تعال دونك حياك. كوبون معك؟ لا معك يا حامد. هذا هذا ما هو موجود. هذا كله لا فيديو. ايه لا فيديو ايه. ها؟ اوكي. طيب. طيب. تعال حياك معي. حياك. بعدين كم نوع؟ الطيور ذي كم نوع؟ هذه خمس طيور.
ابغيك تعلمني كم اول شيء علمنا باسمك. ضيدان محمد الجابر. ونعم يا ابو محمد. نعم عارف. شوف الطير هذا يسمى حمر، الطير هذا حمر، الطير ذا حمر، الطير ذا حمر، وهذا اسود. ابغيك تعلمني وش انواع الطيور. حرارة كلها. حرار؟ كيف حرار؟ خلاص. زين. ابغيك تعلمنا وش الطيور. هذه كلها انت صح كلها حرار. طيب. فيها قرناش؟ فيها فرخ. حط الميكروفون عندك هنا. حط الميكروفون. فيها قرناش؟ فيها فروخ؟ الظاهر فيها قرناش. وين القرناش؟ دام فيها قرناش. الظاهر انها القرناش. لا بالله ما وانا ترى ما انا ما انت باخش في الطيور؟ ما انا باخش. لا خلاص هو اجابته صحيحه. شوف هو جاوب قال كلها حرام. الظاهر من عندنا الا هو ماخذ جائزه ما يشتهى يشتهى. بس اعطي الجمهور القرناش فين عشان الجمهور يعرف. ما فيها قرناش يا جمهور كل كلها فروخ. وهذه جائزه مقدمه من اللي فيجو وتستاهلها. تستاهل. هذا ابوك السعد. كثر مداعكم. وياك مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. يا مرحبا. يا مرحبا الله يعينك. حيا. طبعا ناخذ سته. ست متسابقين. سته. وناخذهم طبعا ذاك اليوم في بعضهم يمكن شوي تعب علينا حمد. ونرجع ونوجه مره ثانيه وننصح مره ثانيه اللي يحب يشارك معنا في الالعاب الحركيه يكون رجال طيب وبخير ما فيه الا العافية والأربعة العشرة. نعم ناخذنا ستة. ناخذنا ستة. يلا هيا. ستة انشاط. ايه. ستة انشاط. تعال. ستة انشاط. الرجال ذا اللي انت اول اللي عطني. من تعال. الرجال اللي راعي له فيديو. شي ابو ثوب ابو ثوب اسود. اعطني خليه يجي. هيا. لا لا رجال هياك تعال. يا اخي. لا لا مو حبل. هياك الرجال هذا. انت هيك. كم واحد اخترت يا ابو عجل؟ هذا واحد وانت هيك. اخترت بثوب اسود. اي نعم. صحيح؟ يلا هيك كل واحد توايد شباب. لا اخترنا اثنين احنا. اخترنا اثنين. لا لا ما اخترنا الا ذا الرجل. خلاص ما تبي؟ تفضل تعال هيا لك تلعب. تقدر تلعب التاير؟ اقول لك بسم الله. لا انت عييت الحين منها. تم تم. تقدر تلعب التاير؟ خلاص ارجع اخترنا اثنين. لا يا غلبونك الشباب. هنا شباب. هنا شباب. نبي قم حيا. نبي اخترت باقي ثلاثه. هذا انا اخترت الرجال ذا. الرجال ذا اخترته. قد اخترناه؟ ذا الرجال ذا قد لعب؟ لا لا اقول لك قد اخترنا الحين ثلاثة. اوكي ثلاثة باقي لنا واحد. باقي لنا لا. هذا باقي لنا اثنين. باقي لنا لا ثلاثة. باقي ثلاثة. باقي ثلاثة. الجمهور يحسب معك. الجمهور. ما انت مسابقهم. اني داري ما انت مسابقهم. اعطي ثلاثة. صار عشان الوقت. يلا يا الربع احنا جاتنا جانا اللي خبر اللي ما راح يصير اليوم بكره اذا الله اراد عندنا اخر يوم ان شاء الله باذن الله تعالى. جانا خبر اللي ما حالفه اليوم يحالفه بكره. البرنامج المفروض انه اطول من كذا لكن بكره اخر حلقه يعني بكره اللي عندنا من الجوائز بنعطيكم اياه ان شاء الله اذا الله يعلم ان شاء الله. بكره لا تغيبون خلوكم قريب وابشروا بالعز والخير. نعم تم والله انه تم. هذا واحد من احتياجات الخاصه من الصم والبكر ويشر على واحد معه ان شاء الله بيض الله وجهك. حيا حياك. الان عندنا اربعه باقي اثنين. حمد بشكل اسرع. يلا يلا بسرعه 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 يا اخوان. شم حمد بشكل اسرع. يا انت اختار. انا اخترت الرجل. حياك تفضل تعال. هذا خمسه باقي واحد. الخيمه دي اخترت فيها احد؟ اخترنا. انا اختار الرجل ابو شتيري. حياك ابو شتيري. يلا ابو شتيري اخترنا. حياك يلا. طبعا لعبتنا اليوم مثل ما تشوفون الجمهور اللي ست عجلات. عطهم المايك خلهم يعرفون. ست عجلات وتكون معها وتباريها. بس شوي على اخوانكم اللي هناك. وده هناك خليها ولا لا؟ لا بس هناك مره واحده. ايه اللي يوصل قبل له مخلات. اسمك واعطي الميكروفون اللي معك. سعيد بشار المري. اعطي معك. ناصر المري. سالم المري. راشد اليافي. انت معها تدفها معها تباريها. اسمك ولا تهون؟ محمد الانديله. يلا جاهزين؟ محمد القاضي. هيا صبر ابو عجان. ها صبر ابو عجان. جاهزين؟ اللي يدعم ابو عجان هو الفايز. لا 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 بعيد منهم رايح. جاهزين؟ جاهزين. انا اشوف واحد كشخته مو كذا ما راح تفوز. اللي كاشخ إيه؟ على كيفه على كيف. ها امورك طيبه الحين ما عندك مشكله؟ جاهزين يباريه؟ يباري التاير معه. واحد اثنين ثلاثه. عادي. اي والله ذا الفاز. بعدي بعدي والله ابو كشخه هو اللي فاز. ابو كشخه فاز يستاهل. مبروك الدوائر. الخيمه تهدمت.
الفايز ذاك الكاشخ الكاشخ هو اللي فاز؟ اي ما في حيله ابو كشخه ما شاء الله كاش ما حتى قطرته ما طاحت اللهم صل وسلم على لا اله الا الله تعال 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 شوف العاده تعال 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 ابوي روح العاده جعفران جعفران سلامي والله علينا والله يستاهل صب السمن علينا صبر هو الفايز هو الفايز هو الفايز هو الفايز هو الفايز لدعم اشكرك يا لدعم يستاهل لدعم عرفنا باسمك محمد القاضي محمد القاضي يستاهل والله هنا يستاهل الثقه هذه اللي فيك اللي حتى قطرتك ما غيرتها ما شاء الله هذا واثق واثق الون عقالي كان طاح تستاهل وين مخلاه مخلاه انا اللي بجيب تستاهل محمد تستاهل الخير محمد كيف عرفت عن البرنامج مخلاه والله انا عرفت عليه من امس من الشباب هم قالوا لك اياه اي والله قالوا لي اول مره اجي اول مره اشارك كيف شفت الفعاليات ما شاء الله اول شيء فكرته حلوه وما شاء الله وتراثي وبيض الله وجهكم ووجهك وتستاهل المخلاه تستاهل المخلاه اصداعها اصداعها عند الناس ايش رايك فيه والله انا اقول لك اول مره اشارك فيه بس ما شاء الله يعني شباب شاركوا المره الثانيه قالوا لي تعال جيت اليوم والله بالصدفه حظك طيب يا مرحبا الله حظك طيب تستاهل هذه مخلاه بس كذا اشوفك ما اعرف ايش فيها ترى ما اعرف انا اللي والله بعلمك فلك والله طيب الله يرحمه بطل مشتخته لا 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 خلها خلها فيها, فيها عطورات من الصالون الازرق ما شاء الله وفيها شال كشميريه زرار من البدر وفيها شال كشميري وفيها مسباح من الديوان قسيمه من ليوان الكهرباء ليوان الكهرباء قسيمه تميمه وقسيمه من تميمه عطورات الصالون الازرق قلنا بيض الله وجهكم فيها شاعر مجوهرات مفتاح بنكشخ فيها لا استانس بكشخ انبسط بكشخ فيها اليوم الوطني وقال لي ايش ابيك تقول الكلمه اللي صارت معروفه عند هالقطر وش هي ابشروا ابشروا بالخير ابشروا بالعز والخير ابشروا بالعز والخير عادي يعطيك العافيه تعال مكانك مكانك انا الله يعطيك العافيه اي مكانك انا جيت الله يعطيك العافيه تعال من اللي اختارك ابو سعيد اي بيض الله وجهك انا عند تستاهل تستاهل ان شاء الله زين في لعبه عندي مو بلعبه هي ابيها معلومه يعني واللي بيها للشباب الصغار عشان نعطيهم فرصه استاهل ابيك تختار لي واحد ايه تختار لي واحد ايوه ها ايوه يدخل الشبك ايوه يظهر لي ذاك الطريق الصغير من هي امه فيهم وين امه وين امه بس يظهر لي اياها الطريق الصغير هنا هنا شباب والله ان يحلوني ما في لا اختار لي واحد انا واحد ما يحل إيه لك بخصي. تعال يدخل تعال الشبك انت 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 ايه انت انت تعال تعال هيا تعال احنا قلنا العيال الصغار صغير ليه تعرفنا باسمك حمد صالح حمد بيعرفه ابو صالح انا عندي احساس انا اخترته اشوفه انه ساكت ابو صالح احنا عندنا سؤال حط الماي حط الماي جود الماي احنا عندنا سؤال السؤال عندنا طلي هنا تو مولود ونبغيك تطلع امه من بين ذا الحال اللي في الحوش ادخل ايه ولا ادخل تفضل الروسي يقول بجالسته تفضل داك داك كموتيك وين؟ هو وين هو؟ لا هم حاطين هالتصوير حاطينها معك حركة يعني ظهر أمه يلا ادخل ظهر أمه ظهر أمه وين الطلي وين أمه؟ وين الطلي؟ روه الجمهور روه روه شل شل علشان يشوفون الجمهور شوفونه هذا هو؟ ايه أمه وين؟ أمه وين؟ أي واحدة؟ لا أمه وين؟ يستاهل صفقة يا جمهور تستاهل تستاهل سلم عليك سلم عليك هذه جائزة مقدمة لفيديو تستاهل ذكري باسمك اسمي محمد صالح حمد تعال تعال أنت أول ما جيت أنت شفت الطلي صح؟ ايه. يوم جيت وشفت أمه أول ما قلت له وين أمه قال أمه ذي لا إله إلا الله يلا إن شاء الله جرب الله يحفظك ويستر عليك تعطينا اتصالات للجمهور نفتح مجال للجمهور ويباركون ويهنون في اليوم الوطني اتصالات خلنا ناخذ اليوم قيمة اي والله ابغى قيمة ابغى قيمة ولا ابغى قيمة طبقية شاك نروح هناك يلا متى الشهر متى الشهر هيك اقول له مرحبتين جاوكم جاوكم ضيفان يا هل بيت شعب اتصال عندك نقول مرحبا نقول مساء الخير السلام عليكم مرحبا اختي من معانا من معانا ناخذ اتصال ثاني الو مرحبا اختي اهلين هلا من معنا السلام عليكم بشاير من معنا والله بخير بشاير بشاير منين تكلمينا بشاير من المصلال منين ما هي منطقة بشاير من المصلال بشاير تسمعيني تقول من المصلال من المصلال يا مرحبا يا بشاير كيف الحال اهلين الحمد لله يا ليت توصفينا مشاعركم في اليوم الوطني فرحتكم باليوم الوطني فرحتكم ببرنامج المخلة تكلمينا اليوم خلنا نسمع والله البرنامج جميل وفكرته حلوة
واحب اهنيكم واهني الشيخ تميم واهني كل شعب قطر يستاهل هذا اليوم. يستاهلون الشعب القطري اخواننا. جاهزه تفوزين معنا ان شاء الله اليوم؟ ان شاء الله ان شاء الله. يقول اعطونا السؤال. قلعه تعود لاواخر القرن التاسع عشر وتمثل نموذجا لطراز العماره العسكريه في قطر، ما اسمها؟ قلعه تعود لاواخر القرن التاسع عشر وتمثل نموذجا لطراز العماره العسكريه في قطر، ما اسمها؟ تاخذين احتمالات؟ لا 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 خل افكر. تاخذين جوجل؟ لا 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 بسرعه ما في وقت. اعطي تبقين احتمالات بعطيش احتمالات. قلعه زباره، يا قلعه القوير، يا قلعه برجان، يا قلعه ركي. يا ركيات ولا قلعه ركيات؟ قلعه برجان. ها ايه قالت كلا قالت قلعه ركيات. قلعه ركيات. ركيات كفو كفو تستاهل ركيات. قالت قلعه ركيات سمعتها. انا سمعتها قالت ركيات. انا سمعت ركيات. قالت برجان. شفتها الحين يشده اول واحد. هذا اللي هو اللي ضيعها بعدها. انت ضيعتها سمعت كم قلت انت في النص. زين ما عليه بيجيك الدور الحين. انا ما سندك انت كنت صح. الو خلنا مستانس يعني. دورك انت الحين. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. اي ما فزت انت قبيله. معك اتصال حمد. كيف الحال طال عمرك شلونك؟ بخير الله يسلمك. شلونك؟ تعرفنا باسمك وتعلمنا من وين الله يسلمك. احمد الهاشمي من الخريطيات. ونعم ونعم يا ابو شهاب يا مرحبا. وشاب وين رحت اليوم؟ اليوم الكورنيش المسير الوطني. زي ايش رايك في برنامج المخلاة؟ امانة عدل وجهك. صراحة انا صار لي يومين احاول اصيد الخط ولا صدت الا اليوم. الحمد لله رب العالمين تستاهل. ايه نعم الحمد لله رب العالمين. جاهز ان شاء الله تفوز معنا وركز على الشاشة وركز على عيوننا ركز على ان شاء الله انك فايز على الوطن. هذا سهل ما في. يقول ما اسم جاهز نزل السؤال. يقول ما اسم الشراع الصغير الذي يرفع في مقدمة السفينة أو خلال الرياح القوية أو المعاكسة؟ ما اسم الشراع الصغير الذي يرفع في مقدمة السفينة أو خلال الرياح القوية أو المعاكسة؟ تبغى احتمالات؟ أظن احتمالات. الجيب الصغير العلم. الجيب الصغير العلم. الجيب الصغير العلم. بسرعة الجيب ولا الصغير ولا العلم؟ الجيب ولا الصغير ولا العلم؟ الجيب ولا الصغير ولا العلم؟ اي بسرعه اعطني كلمه. الجيب ولا الصغير ولا العلم؟ الجيب. قال الجيب. قال الجيب يستاهل. فزت معنا ب 2000 ريال مع احتمالات. يستاهل مع احتمالات ب 2000 ريال. انا مستانس ما عندك رسالة. طبعا ابو عدنان ما عنده رسالة. لا لا صدقني يوم ظهرت في رساله يوم قعدت ما في رسالة. اي ما انا قايل لك قايل لك. زين على تعال حياك حمد. خليني اقول فاصل ونواصل. لا لا تكفى تكفى. تعال دوك تكفى. باخذ شيء من هذا الليل اذا الله اراد. شيل والله بس عجل. امرك طويل. مشاهدينا الكرام بناخذ معكم فاصل بسيط وراجعين لكم مع برنامجكم المخلاة. وخليكم على تلفزيون قطر لا تبعدون. خلوكم قريب احد يبعد. Yeah.
مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم في برنامجكم المخلاة عبر تلفزيون قطر. وفي هاللحظات جانا ضيف غالي، جانا ضيف غالي ومنديره غالي علينا يا اهل قطر، وجاء حاكمها، جاء عمره طويل وعمر شعبه رب العالمين ان شاء الله. اللهم امين. تعطيني اسمك؟ تعرفنا باسمك؟ هنا انا طالع هنا. يلا قل، يلا قل ايش اسمك؟ احمد. احمد وشو؟ احمد جاسم مصطفى الفارسي. ونعم ونعم جاسم ونعم. من وين انت؟ الكويت. ونعم بهل الكويت. مبيك من الكويت. انت اليوم جاي علشان فرحة قطر صح؟ علشان تحب الشيخ تميم؟ كفو. شفت الشعر اللي حاطه انت؟ انا اشوف الشعر، شعار تميم الميت. جايك الرجال جاي بالعالم وجاي. وزرار وشعار دولة الكويت وتميم الميت والزرار. الله يحفظها. دولة الكويت. الله يحفظها. الله يحفظها. ويحفظ كل شيبانك الله يا رب. ايش اللي حبيته في قطر؟ ايش اللي حبيته؟ ايش أكثر مكان حبيته؟ شيخ تميم. أنا أحب الشيخ تميم. يستاهل مخلاة يا أهل قطر ولا ما يستاهل؟ يستاهل 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 ويستاهل صفقة بعد. يستاهل يستاهل. أمسك العلم. خلنا نجيب كل مخلاة. أنا أحب الشيخ تميم بعد. حياك حياك خلينا ناخذ مخلاة. أنا بعد. بعد؟ ها ما في مخلاة. زين. حياك تعال. أحبت تغني من هل هل الكويت هل الكويت لو ما نسوي وش نسوي لهم؟ مرد جزاهم وقفتهم الطيبة معنا. جاء العمر مطوال ومن يسمع رب العالمين إن شاء الله. وهذا شيء قليل من برنامجنا. بس لو نعطيها احمد يستاهل المخلاه بس واجيك. ايه بس تدري سعيد تدري وش اللي في بالي وانا امشي؟ ها وطني الكويت سلمت للمجدي. والله العظيم في خاطري وانا امشي. الله يعزه ويعز شيخها رب العالمين ان شاء الله، ويعز شعبها رب العالمين ان شاء الله. امين. تستاهل احمد تستاهل. نعطيك مخلاه فيها هديه من هالقطر. تستاهل احمد. ها خلي هديه من تميم الميت. اصحابنا ثقيل عليه. شفت ثقيل عليك؟ لا لا ما هي ثقيله عليه. شفت ثقيله؟ ايوه ايوه بعد شفت ثقيله. حط حطها. ايوه كفو. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك رب العالمين. تستاهل يا احمد تستاهل تستاهل. عندنا مسابقتنا الاخيره. شوفوا يا شباب المسابقه الاخيره شباب. ايه شيباننا يسمونا عيال النيدو. نحن ما نبني خيام ولا حنسوي. لا يجي الا رجال قد ضربه الله هو. نعم قد باخذ في الرحلات ورجال راعي كشتات وراعي طلعات. نعم وحنا مكاننا هنا في كتاره وحنا خيام كاشتين. كاشتين فاكيد عنده خبره. فاللي عنده خبرة بالذات يعني يجي معنا المسابقة. نبي حنا ثمانية رجال أربعة بأربعة، واللي فايزين لهم أربع مخالي اليوم في اليوم الوطني. يستاهلون أربع مخالي. جاهز؟ أنا جاهز من الحين. هنا عيال ما بعد حتى الظاهر الطرق ما يعرفه رافع يده من الحين. أبغي على طول بس أبي أشارك. ودي أسمح خطرهم لكن لا لا ما شبكة البرنامج. نبي يشاركون. نبي أربعة رجال. أبغي أربعة رجال. إيه ثمانية ناخذ حنا. أربعة لي. إيه أربعة يعزلون على جنب. يلا. اللي باخص في البناية الخيام. اللي باخص في البناية. في رجال سلمت عليه. حياك. إيه. ثم وجهت. أنت شنو تقال بني الخيام؟ قد بنيت خيمة؟ ما بعد بنيت أنت ولا؟ لا لا بنختارنا. يلا. حياك. أنت سارح. إيه. أنت معنا. يلا. لا لا أبغي كلهم تشترون تبني. إيه؟ هذه شعركم كله في انا اخترت هذا الثاني قلت لي مختاره. وين اللي انت اخترت؟ هذا والله ما سهل. إيه؟ الرجال لا تعرف تبني خيمه؟ انت 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 لا 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 اي الرجال اللي في جنبك. ايه تعرف؟ حيه حيه تعال. هذا الحين ثلاثه ثلاثه. حيه اخترت الرجال لا. يلا صاروا الحين اربعه. يلا صاروا اربعه. باقي لنا اربعه. انا اختار. باقي لنا اربعه. لا لا أربعة أربعة أربعة. أنا أختار الخيمة. مالك فيه؟ ما أعرف سلامي والله والله العظيم إنك بطل صراحة. أقول لك رجال بطل. عارف بطل رجال عارف. إنزين رجال ده رجال رجال هذا شكله باخس. قد بنيت أنت خيمة؟ إي بالله قد بنى. هذا عندي ثقة. يقولون لا 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 خلني أعلمك. لا لا يروح الرجال يفزع لأخويا. بس روح صوب روح. الحين كم صار الحين؟ أربعة. لا صار خمسة حمد. قد بنيت أنت خيمة؟ خمسة حمد. باقي لنا ثلاثة. حدك على الله. قد بنيت أنت خيمة؟ باقي ثلاثة. أنت؟ يلا. يلا حيك. حياك. باقي اثنين. باقي اثنين. خيمة ذي شو اسمها؟ باكستانية. ما أنا أقول لك أنها مصنوعة. هو شو اسمها؟ يسمون؟ معمودين؟ يلا يلا. هاي ستة باقي اثنين. ما بعد اخترناك انت؟ ما كلش من يوم جات المسابق؟ حياك ابشر. حياك حياك حياك. يلا كم واحد عندنا؟ خلاص هاي ستة اثنين اربعة ستة سبعة ستة سبعة. بختار شوف الثاني واحد من الرجال.
تعرف تبني خيمة؟ ها قد شارك قبل؟ لا 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 قد شارك. لا لا ما عطنا واحد. ما بعد شارك معنا. الرجال. أي واحد. لا لا الرجال ده قد شارك معنا. قد شارك معنا. عط فرصة لي غيره. لا اللي ما قد شارك. زين. ها؟ اختار وقت وقت اشتراني والله ما ادري ايش. تعال تعال تبني خيمه يلا. ها صار كم؟ 8. ترى بيبين يبين انك قد بنيت انت ولا ما بعد بنيت. ايه للحين بنعرف. يلا خلصنا خلاص. يلا خلاص 8 8 خلاص حياك. يلا يا شباب 4-4 والوقت والفريق أربعة. اللي فايز له 4 مخالي. اول شيء ما في كشختكم معي يدري كشخه رجال قد بنى له خيمه. نعم رجال يبني خيمه يتحجم ويتعصب ويتنفذ. هذه اول مميزات الرجال. يزعم ربح يزعم يزعم الحمام. ها اي نبي نسمع. جاهزين؟ انا الرجال هذا رشح رئيس فريق. ما تضايقين عطى تعال هناك. تعال عشان شوف تعالوا جنبي. تعال. تعالوا جنبي نتعرف عليك. تعال 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 عرفني باسمك. صف صف كذا عشان الكاميرا. صف سعد محمد النابت. صف ولا تفون. صالح ابو ريك الغضيب. ونعم صف ولا تفون. هنا عبد الله رايد وجاند. صف ولا تفون. صف 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 ولا تفون. عبد الله محمد الوار. ونعم صف سليمان بن علي المري. ونعم اسمك ولا تفون. محسن الراشد المري. افترض حمد البسندية. ونعمكم كلكم 4-4. اختار واحد بواحد الحين خلص عليك. لا لا ما في واحد واحد. انا قسم انا اطمئن قريب. لا ما لك شرط. عدلتهم قل لهم. لا لا اختار واحد واختار واحد. انا اختار الرجال ذا. اخترت الرجال ذا. انا اختار الرجال ذا. زين يلا. انا اختار الرجال الثاني. اي واحد. تعال دور. تعال تعال اللي هنا يجي عندي هنا. تعال تعال تعال. لا 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 اخترت اخترته. ايوه اخترته. تعال. لا انا اخترته انا. الرجال اللي بعد. لا لا كلهم اخترتهم يا وجه المسلمين. اختار الرجال الثالث. ذا؟ ايه انا اختار الرجال اللي في النص. باقي لي واحد. يلا اختار. اعطي الرجال. يلا حيا. يلا. هاي يقول زين انك تعرف تبني خيم. ايه يلا. هاي يقول زين انك تعرف تبني خيم. الوقت يا حمد الوقت. يلا الوقت. خب خب. يلا يا شباب. خبوا يلا يلا. يلا عشان لحظة لحظة لحظة. المطر المطر. يلا حمد حمد. المطر جاء اصبر. جاهزين؟ اصبر يا رجال ما بعد وصلنا. يلا. يلا بعد. واحد. اي والله ذا الفال. اثنين. صبر يا ولد ما بعد وصلنا. واحد اثنين كيف ماشي ثلاثة. يلا بدأ الفيديو وانتم تحددون. اخلص علينا الليل فيك. يلا اسرع وقت اسرع وقت. اخواني اخواني عطني عطني كنترول عطني الموسيقى. يلا يلا اسرع وقت 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 الوقت كنترول. اغنية اغنية وطنية. رجل فك الخيمة. رجل فك الخيمة. عادي عادي حي والله. رجل فك الخيمة. عادي عادي عادي. يلا سلامي والله عليكم. يلا 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 الليل الليل فيكم. الليل تعال دومكم. اي بس بس الليل فيكم. زينوا مكانها. بعدي 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 الوقت 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 الوقت. رياجيل رياجيل خيمتكم مايله. رياجيل رياجيل. اي بعدي بعدي بعدي. اي هي حي والله ذا الحجال. نعم 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 ايها مايله شوي. يلا 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 الليل فيكم. بعدي بعدي. اي هي هذا سنع الرجال. مضبوط مضبوط مضبوط. الوقت يا شباب الوقت. اسرع اسرع هناك مسك الجار يا رشح علي حرام ما ادري انت قد بنيت. اسرع الوقت يا شباب. إيه اسرع. اي مضبوط مضبوط. يلا 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 اسرع الوقت. ابشركم قلبي الرياجيل قلبيهم قلبيهم. طلع الاطناب لاخوياك. ها شاف شاف شيك بالخير كيف الحال. طلع الاطناب لاخوياك. ما يحتاج مطرقه مطرقه الرجال يدق. الوقت خلص. الوقت يا شباب اسرع اسرع اسرع. حامد الربع قوم الخيمه. قوموا عاد مسامينها بعد دقه. لا ما يشيل. يلا يلا روحوا ما عليكم منهم. السنة عندكم السنة عندكم. اسرع 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 اسرع. السنة عندكم. عطى المطرقة عطى المطرقة. جيب المطرقة. اشهدوا عليه المطرقة المطرقة. جيب اشهدوا اشهدوا. تدرون اني اعرف اللي يبني الخيمة. ايه اسرع 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 اسرع. بعدين لحظة ليه عندك ثلاث مطارق وحنا ما عندنا مطرقة واحدة. كنترول كنترول ما عندنا الا مطرقة واحدة. اسمع شوف شوف اسرع اسرع. اسرع قوي الجمهور يتفاعل معه يا حمد. طيب هذه توجيهات الجمهور. كنترول نبغى مطرقة يا شباب. عندك مطرقة بعدي بعدي. يلا يلا اسرع. دب لا تميل. ما عليكم نرفع عنهم الخيمة ما عليكم منهم. اوه والله هنا انشدحت. انقشع انقشع ما دراني انكم سمتوها. هذا الخطأ. الوقت الوقت يا شباب. والله لو من عندهم جيبان بعصي يجي علمه هذا. اي والله اشعفوهم الربع ذولا برفعان الخيمة وهم كانوا بنينها صح. رح رح اي بالله كلها هاي خطأ ما تفوز.
يلا 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 الليل فيكم الليل فيكم الليل فيكم عشرة عشرة عليكم ذكر بالحجاب كيف تحطونه ها الوقت لا 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 الوقت اقصر 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 دورك عشان ترقع على الغيم يضرب شوي يا رجال راح جنوب اسرع اسرع شمتها من قريب اسرع يلا خلنا نرفع علم قطر بتمرين الله ننفوز الله ننفوز يلا اسرع 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 شباب اسرع خلصوا خلصوا الى الفيك الوقت الوقت ما ادخل حجاب ادخل حجاب يلا هذا مسامير عندك يلا ما يحتاج يلا هدك بس يلا خلوا 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 يجوا خلوا يشتغلوا كاميرا 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 هنا حط الكاميرا هنا تعال 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 حمد حمد نعم تعال تعال هنا كاميرا تعال هنا اواجي كنترول كنترول عطي 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 كاميرا تعال تعال اشوفك انا اشوفك توجه الشباب اشوفك اشوفك حلو حني لا بعلو 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 لا لا ناشف آه. قال اختاروني واختاروني خلني اختار لي ثلاث نشاط قلت ولا ما قلت نعم آه ما يصير لا ما يصير ثلاث نشاط ناشف اختارهم كذا لا لا هم يشوفون أنا راضي التوجيه زين المغير صور لك سعيد اختار بعيد العلاقة عندي مشكلة زين عشان وقت البرنامج أنا أشوفك توجه الشباب قبل شوي أي. من تشوف بناية زين والله أنا أشوف الربع القصير القصيرهم نعم بناية مفضل هذا نشوفك ردي لا لا هجوم المفضلين انتهاك لا والله أول ما بدأوا صح أول ما بدأوا الربع لك صراحة أول ما بدأوا الربع القصير عقبهم تحدوا عقبهم تحدوا يلا تعال هذا الجمهور قام يوجه توجيهات ها يشاركون شجعوهم شجعوهم صفقه يا جمهور صفقه عادي بعد عادي بعد توجيه الحجاب دخل عادي ها خيمه دخل حجابه خيمه دي دخل حجابه يا حمد خيمه دي خالص ها عادي يلا يلا الوقت طبعا حمد عشان الوقت حمد حمد تعال خلاص اذا نشوف اللي خلص قبل حتى لو خلص شيء بسيطه عشان وقت البرنامج أكثر واحد خلص أكثر من الثاني نعتبره فايز يعني طريقتك كذا غلط والجمل ما شالهم تغلطوا عادي عادي ولدي عادي عيالي عادي عيالي عادي عيالي الوقت يا شباب الوقت يداهمكم أسرع 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 يا عيال يا سعيد 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 ابنه اللي موجود اللي مو موجود خليه يودي سعيد ما في مسامير هنا في مسامير في مسامير ما في هذا لا مسامير ما في ترى ما عليكم اذا ما عندكم مسامير ابنه اللي موجود ابنه اللي موجود خلصوا ابشركم قلبي ريجي قلبينه اخوان يا اخوان قلبينه قلبينه ابشر كيف طريقتها كذا حلو ما فيها لا تطيح هل خلي أطيح سمتها شيء بسيط شيء بسيط شيء بسيط جيب 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 حي والله للحجاج واحد يقول بسيط يومه يومه بعدي بعدي يلا 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 حمص أبشركم كم بيجي أسرع 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 غلبناهم 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 معنى معنى وغير جميل سمتها بس منه أحدك تشير لا لا ما يصير ما يصير كلش ما نقربه جهز المخالي جهز المخالي جهز أربع مخالي ما من الليل بنيه يستاهلوا المخالي بعدي يلا سووا 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 ركز فيه وسووا على طول على طول شباب شباب جمهور 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 ما يصير حيا تعال تعال Come on.
جاهز يا شباب. أبشركم أنكم هذه الرياضية، أبشركم أنكم هذه الرياضية. خيمة ما هي. ما فيها طنوف، ما فيها مشامير، تجون قطر برنامج المخلة. ما لي خلصة. فريق يفوز. ها. لا وأبشرك أنا حتى ما فيها طنوف ما هي. تعال شوف تعال شوف من يغيب تعال. أي والله للبال. أي والله للبال. هلا. شباب يلا يلا خلاص يلا حمد 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 الوقت انتهى عندي الوقت انتهى شوف شباب الين شباب قبل شباب وقف الين قبل دقيقه طاحت انتهى الوقت خلاص انتهى انتهى بس يا شباب الخيمه الثانيه قد علمتك الخيمه الثانيه قد علمتك والليل جمهور والله اني علمتك يا جمهور مش الخيمه اللي فايزه اللي من شمال ولا من جنوب اللي من شمال ولا من جنوب من شمال مايل الخيمة الله يطول عمرك كفو يستاهلون 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 عينته ما طايح وراك ما شفته وراك عطيته ابوك يدق هذا كمان تعال هنا 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 شباب عندكم بنتين هنا زين الله يعطيكم العافية انتم معوضين ان شاء الله والله لا يهينكم الله يعطيكم العافية اللي مس الخيمة قبيله هو اللي غار عليكم كلكم يجيب لنا المخالي زين اربع مخالي يستاهلون الشباب عطانا اربع مخالي الله يعافيك ما قصرت اربع مخالي محمد عبد الله جمهور محمد جمهور علشان نكمل مسابقة سليم بن علي المري ونعمكم كلكم صالح الغضيض المري ونعمكم كلكم الخيمة شلونها مايلة؟ كانها خلاطة بس الله ستر الله يعطيكم العافية العظيم ناخذ المخالي ويستاهلون الفريق تعطيني اياها المخالي جاهزة؟ يلا اعطني اعطني وين المخالي؟ هذه جاهزة يا حبا يلا جاهزة المخالي يا حمد حياك يلا تعال طخ سعيد روح هذه مخلاه مقدمه تلفزيون قطر وتستاهل تستاهل 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 الناموس جميع والله مبروك على المشاركه مبروكين مبروكين وتستاهل كلكم وينهم الناموس اخويانا والله تستاهل والله كلنا اخوياكم كلنا اخوانكم لكن المره الثانيه تقضي في خلاط بس يلا الله يحفظكم هذا من العجاله المعجله الله يعطيكم العافيه الله يوفق جمهور لا تبعدون جمهور باقي السحب النهائي للجمهور خلينا نشوف معاكم سحب باقي السحب النهائي وباقي عرضه وباقي عرضه ختاميه اللي بيعرض يعرض السحب النهائي طبعا فيه خمس طيور مقدمه من اخونا سلمان عبد الله عبد الغني من فريق تيوتا خاصه بمناسبه اليوم الوطني وكلها طيور طيبه وشوفت عيونكم نذكرهم الاربع جوائز النقديه خلينا نعلنها 3000 ريال وفي الجائزه الخامسه من لافيجو للحمايه والجائزه السادسه من تكساس والسابعة جائزة صح؟ أربع جوائز الخامسة من لافيديو والسادسة من تكساس السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحداعش من سلمان عبد الغني زين نشوف الجوائز نشوف بس تعال لين هنا يلا شوف يلا يلا عطل تعال يا شباب روح صوب العريش يلا شباب ناخذ الوقت الوقت ناخذ مايكي خلنا نشوف الأرقام اللي يجيها الرقم يروح صوب الدكة 129 اللي يجيه الرقم يروح صوب الدكة 129 يروح للدكة 3000 ريال الثاني
80 رقم 80 3000 ريال فاز ب 3000 ريال رقم 3 الفائز رقم 3 اللي معنا ايه كم 78 يستاهل 3000 ريال رقم 4 رقم 77 رقم 77 فاز معنا 3000 ريال يستاهل طبعا الجائزه هذه مقدمه من لا فيديو تعال ابو عجان من الداخل مقدمه من لا فيديو رقم 28 يستاهل يستاهل رقم 28 جائزه مقدمه من لا فيديو خلينا نشوف تكسس رقم 46 فايز معنا بجائزه مقدمه من تكسس زين نشوف جوائز الطيور الحين جوائز الطيور خمسة طيور مقدمه من سلمان عبد الله عبد الغني وفريق تيوتا بالتحديد رقم 41 والف الف مبروك رقم 41 يروح عند الطيور ينطرني رقم 41 ورقم عندك ابو عجل رقم 14 رقم 14 يوقف عند الطيور ورقم رقم 61 الطير الثالث 61 انت 41 اضطرني عند الطيور رقم 95 جائزة مقدمة من سلمان عبد الغني من فريق تيوتا يتواجد عند الطيور ونشوف الفائز الخامس الطير الخامس كم؟ رقم 3 والف الف مبروك رقم 3 يلا عرضه اخذ طبعا عرضه وناسة قبل أن ننتقل معكم إلى نهاية برنامج المخلاة راح نقدم العرضة يلا نسمع وبكرة إن شاء الله آخر حلقة بكرة آخر حرض آخر حلقة آخر حلقة بكرة إذا الله أراد إن شاء الله بكرة مفاجآت وجوائز يلا هاك تفضل لحظة شباب يلا. شباب الله لا يهينكم وقفوا يا إخواني يلا قولوا لا إله يلا روح يلا والموت لأجلك يا وطننا والموت لأجلك يا وطننا يلا شل أنت ما نعيش فايز بطير ها
القايد اللي ما تونه القايد.